انا بدايتي في التمثيل كانت في الجامعه. اول بدايتي كانت في مسرح الجامعه، في مسرح في الكليه عندي، في كليه طب. بعد كده رحت مثلت مع زمايلي في مسرح كليه تجاره، اللي انا بعتبره يعني زيه زي ما عملوا مسرحيه بالظبط. يعني هو علم وربى وكبر اجيال كتير قوي. خدت جوائز كتير قوي تمثيل في الجامعه، خدت 3 سنين ورا بعض ممثل اول جامعه القاهره، سنه 99 و2000 و2001، زمان قوي الكلام ده. وخدت ممثل اول جامعات مصر سنه 2001 في مسرحيه اسمها ستابل عنتر، ودي كانت بدايه الحقيقه، لانها اكدت لي ان انا ماشي على تراك مظبوط. يعني انا مجال دراستي ملوش اي علاقه بالتمثيل خالص يعني، بس انا كنت بحب التمثيل جدا وبتعامل معه لان هو الاساس، والطب كان هوايه بالنسبه لي يعني، كان هو الحاجه الجانبيه يعني. دكتور هاني مطاوع الله يرحمه، اللي انا بعتبره فعلا هو المكتشف الحقيقي بتاعي، لان هو خدني من مسرح الهوايه خالص وخدني معاه في مسرحيه بتاعت هاملت، كانت على المسرح القومي. عشان كده انا بحب المسرح قوي، لان انا متربي مسرح يعني، انا ابنه يعني، بحب المسرح، بحب الكواليس. عشان كده لما قلت لكم نصور، تعالوا نصور في اوضتي في المسرح، لان انا بحب المسرح جدا، بعتبره بيتي بالظبط يعني. اتمنى اعيش عمري كده، يبقى عندي تصوير وبالليل عندي عرض يعني، عشان اقابل الجمهور كل يوم واشوف رد الفعل. كنت شفت انترفيو كده كان عامله توم هانكس في برنامج بتاع انسايدز اكتور ستوديو، فكان بيحكي فيه عن علاقته بالمسرح، لان هو باباه كان نجار بيعمل خشب الديكورات المسارح يعني، ان هو عمره كله قضاه في كواليس المسرح، يتفرج على الممثل وهو على الستيج ويتفرج على الجمهور، لان كان بيتفرج من زاويه الكالوس. فزاويه الكالوس دي تخليك تشوف الممثل وتشوف الجمهور، لما انتش قاعده في الجمهور ولا انتش قاعده على الستيج. فهو بيقول انا اتفرجت عمري كله بتفرج على المسرحيات من الزاويه دي، فشفت الممثل وهو في الاضاءه وفي النور وواقف على الستيج ولوحده، وشفت الجمهور وهم كتير قوي وفي الضلمه واقل شويه من مستوى المتفرج يعني، عشان ده على الستيج وده هم تحت في الصاله. فبقول لما انا بصيت على الزاويتين دول، ساعتها اتمنيت ان انا ابقى ممثل، ما ابقاش واحد من الجمهور يعني. كنت عاوز ابقى مع الناس دي اللي هم قاعدين تحت النور دول. فلما شفته بيقول الكلام ده في انترفيو، اكتشفت ان هو ده نفس اللي حصل لي يعني. انا طول عمري كنت اتفرج على الممثل ده بانبهار يعني، فالحمد لله ان انا بقيت يعني واحد منهم يعني.